عمرو دياب للجمهور ومحبينه جايين من كل انحاء الوطن العربي وكمان من الدول الاوروبيه عشان يحضروا حفله عمرو دياب في مهرجان العالمين الجديده. والحقيقه زي ما تابعنا قد ايه الحفله حققت اصداء كبيره في مهرجان العالمين، وده اللي شفناه في التقرير من شويه وشفناه في التقارير المختلفه، الحضور الجماهيري والتنظيم وتفاعل الجمهور دايما مع اغاني الهضبه عمرو دياب. خلينا نروح لتليفون مع الملحن شريف تاج الدين، وهو بالتاكيد من اشهر الملحنين اللي اشتغلوا مع الهضبه عمرو دياب، عمل معاه مجموعه من الاغاني المتميزه يمكن كان ابرزها قمرين سنين وغيرها من الاغنيات. برحب بيك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. عايزين نتكلم عن حفله امبارح ونجاح الحفله، ودي حاجه طبعا مش جديده على الفنان عمرو دياب، لكن كان يمكن الجديد وجوده في العالمين الجديده في مهرجان العالمين السنه دي. اكيد طبعا اي حفله لعمرو دياب في اي مكان بيبقى ليها مذاق وسحر خاص وبريق خاص طبعا. يعني عمرو دياب لما بيكون في اي مكان بيدي يعني كمية من السعادة والبهجة والفرحة والإثارة بتبقى غير طبيعية. كونه يروح العالمين طبعا المدينة الساحرة بتاعتنا الجميلة، يعني حاجة برضو جميلة جدا ان تبقى مناسبة زي دي. عمرو دياب اول مرة في العالمين بيعمل حفلة فيها فئات كتيرة جدا، جمهوره طبعا بكل فئات العمرية موجودة، فطبعا الحفله كانت جميله جدا، كان تنظيمها رائع، ما وقفش فيها خالص عمرو، غنى ساعه تقريبا كامله فيها اغاني كتيره جدا، يمكن قال حاجات ما اتقالتش قبل كده، عمل ميدلي الاغاني برضو، يعني نوع كده، وكان باين عليه طبعا انه مبسوط جدا متفاعل جدا مع الجمهور. كانت حفله جميله وناجحه، والعالمين طبعا يعني مدينة عالمية على أرض مصرية كلنا بنفخر بيها، وجود عمرو فيها أضاف ليها بقى طبعا جمال وسحر وحاجات كتيرة جميلة جدا. يعني دايما لما بنشوف نجاحات الفنان عمرو دياب بنتكلم عن الوصفة السحرية للهضبة علشان يواصل النجاح طول الوقت، وعلشان كمان يكون بتسمعه أجيال مختلفة، الأجيال اللي بدأت مع أغانيه في الثمانينات لحد حتى الشباب والأطفال الصغيرة اللي بيحرصوا إن هم يحضروا حفلاته. إيه هي الوصفة من وجهة نظرك؟ هو بسيط جدا عمرو، يعني ما بيحاولش، هو يعني بيحاول في كل فتره يعمل حاجه جديده بتبقى مناسبه جدا للوقت اللي احنا موجودين فيه. يعني ايام ما عملنا تملي معاك وقمرين والحاجات الجميله دي كلها كانت فتره جميله جدا، فيها الاغاني فيها ميلوديهات قويه جدا، فيها مزيكا ساحره، فيها الحان عظيمه جدا، خدت مراكز عالمية كتيرة، خدت جوائز عالمية كتيرة. كل فترة بقى بتعدي بيعمل حاجة بتتناسب مع الوقت اللي هو فيه، وبيعملها لكل الفئات العمرية، ما بيعملش الجمهور معين، يعني ما فيش جمهور معين هو بيفكر فيه. فهو بيشتغل ببساطة وبطريقة، وبيشتغل طبعا بيبقى هو اب تو ديت لأي موسيقى موجودة في الفترة اللي هو بيكون شغال فيها في الألبوم الجديد بتاعه. قمرين وتملي معاك يمكن من الأغاني اللي دايما الهضبة عمرو دياب بيحرص إن هي تكون موجودة في حفلاته، هل شايف إن دي كانت أكتر الأغاني المميزة اللي تعاونت فيها مع الهضبة عمرو دياب، ولا كان في أغاني تانية شايف كمان إنها كانت عملت فرق في كاريرك كملحن؟ لا، هما ما فيش شك ان دول اكتر اغنيتين عملوا يعني نجاحات كبيره جدا، وكانت من الاغاني العظيمه اللي هي فيها افكار حلوه قوي وبساط جدا، لحن بسيط قوي يقولوا اي حد يغنيه، اي حد حتى لما ما يعرفش يغني بيغني معاه. لكن عملت حاجات تانية في منتهى الجمال، يعني عملنا سنين، عملنا عارف ليه انا قلبي اختارك، عملنا الديو بتاع قلبي مع الشاب خالد، عملنا انا بحبك اكتر، عملنا علمني هواك، كل الحاجات دي عملناها، يعني كانت برضو ليها وقع ممتاز جدا، وكان ليها نجاحات كبيرة جدا مع الناس وحبتها قوي وعايشة لحد النهاردة، يعني بتتغنى لحد النهاردة. ده حقيقي، وعمرو دياب بيحرص ان هو كمان يغنيها دايما، يعني قمرين موجودة في الحفلات، تملي معاك من أبرز الحاجات اللي الناس بتسمعها لحد دلوقتي وبتبقى مستمتعة ومبسوطة بيها. لكن حفلة زي دي زي ممكن نستثمرها عالميا وعربيا للترويج للسياحة في منطقة العالمين الجديدة، خاصة انها منطقه مميزه ونوع جديد من انواع السياحه مصر بدات فيه.
هو اكيد هو مجرد غنى عمرو يعني اغانيه في الاماكن دي بيجذب الناس من جميع انحاء العالم، لان هو عمرو ما شاء الله واصل للعالميه. في يعني حفله ليه بتجذب ناس من كل من منطقه الخليج، من مناطق الدول العربيه كلها، الدول الاوروبيه بييجوا برضو، بيبقى في يعني في اقبال جماهيري من كل حته في العالم، وبتفتح بقى مجال ان احنا نعمل حفلات من دي كتير عشان نستغل الموضوع بشكل يبقى اساسي، يبقى عندنا حفلات كبيره زي دي نقدر نعمل انتشار اوسع، نقدر نجذب جمهور اكبر، نقدر نجذب سياحه اكتر، ونروج لمدينه عالميه زي اللي احنا فيها دي. احنا كلنا نفخر ان احنا عندنا مدينه زي مدينه العالمين، فيها حاجات من ورا الخيال لحد دلوقتي الواحد. في اعمال هنسمعها من حضرتك قريب، ايه الجديد في الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله انا شغال مع الفنان محمد حمائي، وبرضه شغال مع عمرو دياب في حاجه جديده ان شاء الله تظهر للنور يعني باذن الله، وباذن الله برضو في اعمال كتيره مع فنانين تانيين كتار، مش هقدر طبعا اقول كل الناس، لكن الفتره الجايه فيها ان شاء الله شغل حلو قوي، وهنرجع تاني بقى للحاجات الجميله بتاعت زمان والالحان الجميله والجمل الحلوه اللي فيها فن وفيها كده يعني حاجه مختلفه برضو ان شاء الله. عايزين حاجه بنفس قوه الاغاني القديمه اللي تعودنا عليها وكانت مميزه. انا بشكرك شكرا جزيلا الملحن شريف تاج الدين على وجودك معانا، شرفتنا وشكرا لك.